عسلامة عسلامة، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم باش نشوفوا عقار مثالي غرق العادة، فيلا تحفونا برشا، مساحتها الطيارة، صغرونا كوكيت، فيلا لوكس مودرن، موجودة اون بلان سونتر فيل بجنب المسرح، مانيش بعد على البحر، بلاصة خارقة العادة، زون ديابيليزي، تلقاو فيها الغاز دو فيل، الماء، الضوء، لي زانكونفينيون اللي تلقاهم في الحمامات كوليكا، ما فماش منهم في وسط الفيلا بتاعنا اليوم. مساحتها الجملية 275 متر مربع، المساحة المغطاة 240 متر مربع، المساحة المبنية 240 متر مربع، فيها بيسين، جردة، مدخل السيارة، كل شيء منظم وكونفينابل خرق العادة، ما نقصحت شيء دار بتاعنا اليوم. باش نسكم تعملوا فيها طلة من الأول حتى الأخر، وخلي لكم رقم الوكالة العقارية تباتي، تنجموا تتواصلوا معاهم أتو مومون باش يجيبوكم تشوفوا الفيلا هذيا. وتويكا نتابعوا مع بعضنا الدورة من الأول حتى الأخر باش نتعرفوا على التفاصيل كاملين. صورنا حاجة تشبه هذه، ما راهو نوعدكم اللي هو ماهوش نفس الفيديو. دونك صورنا الدار، مشينا في الثنية هذه والدار اللي بجنبها ديريكت مون في الشيرة هذيك من باب هذاك، تباعت راهي ما قعدتش. دونك هبطناها برشا مرات، دونك على اليوتيوب على فيسبوك كيما مسنسين هبطوا الفيديوهات الكوليكا، ما قعدتش الدار تباعت. اما فما دار اخرى حضرت مازلت بجنبها، جوست بجنبها، هما دو فيلا جوملي، حكيت ديجا في وسط الفيديو الاخر اللي هما دو فيلا جوملي. دونك نجيو من هنا تويك نعمل نطلع على الفيلا الثانيه. بون اصغر شويه المساحه كيما قلت لكم في 275 متر مربع، لكن باش نلقاو نفس الكونفور اللي باش نلقاوه في وسط ايست في وسط الفيلا هذي. دونك باش نجيو من هنا تلقاو مدخل السيارة، مدخل السيارة يدخل الكهرباء برك. شوفوا التروتوار اش نلقاوه في وسط مقابل الفيلا نتاعنا، عندنا ديكوراسيون ميرال حلوة ياسر، فما اكليراج بوبليك باش نلقاوه ديريكتومون جوست اون فاس الفيلا نتاعنا. وتويكا ندخلوا مع بعضنا الوسط الفيلا. دونك شلقاو في بورت دونتري بورت بيفو، الديكور نتاعو خدمته مزيانه برشا باللوح باللوح وبالحديد كيما قاعدين تشوفوا. من هنا باش نعملوا قصه صغيره، باش نعملوا طلب باش ياخذوا فكره على الموضوع. عندنا ان كوان هنا جاردان حلو ياسر، هنا عندنا بورت كوليسونت تاع البورت دونتري تاع الكهرباء، تمشي على طول الحيط هذايا. دونك دار كيما قلت لكم لي زافونتاج الباهيين اللي تلقاوها فيه، اللي فيها الغاز دو فيل، الماء، الضوء، كل شيء ريكيب وانستالي حاضر جوست اي بري اتيوليزي. دونك خاطرنا في زون فيابيليزي، مانيش في زون اغريكول، مانيش في الكومباني، احنا اون بلان سونتر فيل بجنب المسرح، بلاصه كونفور على الاخر، من احسن البحورات اللي يعجبوني في الحمامات الكل ولا في الزون الكابون، زون تاع الكابون الكل هو البحر هذاك تاع سيتروني والمسرح والميرامار. دونك تعجبني برشا زون. دونك نجيو من هنا، نجيو من هنا تلقاو عندنا المدخل الرئيسي، مدخل رئيسي بجنبو لهنا تلقاو امتي بو جاردان صغرون في لونتري. عندنا لهنا هذايا تاع المطبخ، يعني فما اكسي فصيل على الحديقة وعلى جو نتاع الجردة والبيسين الكل. دونك البيسين فورم دو ال هكا تقريبا. تلقاو لهنا عندنا دوش ديكستيريور واللوكال تكنيك في الكوان. وهذه هي الحديقة نتاعنا نتاع الفيلا اللي قاعدين نشوف فيها اليوم. دونك بيسين حلوة، فيها فيها كاسكاد في الشيرة هذيا، بيسين راهي ما تقولوش هاك شبيها مسخة وكل شيء، راهي دار جديدة ما تسكنتش، دونك ما فيهاش سكان، معروضة للبيع، ملي تبنات عبيت قعدت هكاكا، دونك اللي بتاتر في السيزون يريلوهاش شوية، سينو يجي شاري طريق لوحده، فيها شيء نظيف على البيسين جست ما راقد وكهو، يعني الموتور ماهوش قاعد يخدم ديما. دونك عندنا صالون لهنا ما شاء الله واسع كيف ما غادي تشوفوا معايا، صالون روعة واسع بالكدا بالكدا. هذاك عندنا الكوجينة، هذيك بيت نوم، وهذيك التواليت نتاعو يكفي السجور، يكفي معناها بلاصة نتاع بيت فطور في الشارع هذيا مقابل المطبخ، ويكفي السيجور نتاعك اللي الصالون نتاع السيجور الكل نجم تحطو لهنا
وتكون تكون مستاسة يعني في في سباس ليفينغ اغريابل. هاك شوفوا معايا بسام لي رادياتور كل شيء ركبين من قصة حتى شيء الدار على تقص سقيك وتسكن انترفون استغيل كاميرا سورفيونس كيف كيف لي زانستالاسيون موجودين الكل ليك وانا تجي تركب الماتريال اللي تحب عليه. مطبخ لهنا واسع زاد بالقدام تستحقش زاد اذا كان تحب ما تعملش بتفطور البرة ما تستحقش على خاطر عنا برشا بساع في وسط المطبخ متاعنا يكفي طاولة بتاع فطور يكفي تنجم تعمل فيه تحب. دونك كوزين اكيبي كيما غادي نشوفوا البلاك الاوت كل شيء مريقل وسالي انستالاسيون تاع الغاز دو فيل هذا راه متهمو هذا راه موش هذا اللون الاصلاني هذا شويه غبره فما البارتي هذه نجمو نشوفوا منها ونفهموا الكولور نتاع المابر اللي محطوط في الكوزينه يعمل كيف لونه على اطلاله زاد كيف كيف حلوه على ال على المسبح والحديقه يعني بتاع طاوله تاع شيء برا في الامبيونس نتاع السيف والكل حاجه براتيك على الاخر. اش قلت لكم لي انستالاسيون هاكا موجودين تاع لي ديتكتور دو موفمون والكل على السرقه على اي حاجه كل شيء مريكل. دونك نجيو من هنا شو لقاو عندنا بيت النوم ولا شو لقاوها في الريتشوسي بيت نوم واسعه بالكدا بلافون مينيماليست مدخل كيف كيف في البيت الكل كان هنا شرقا فيها مدرسين هذه الوحيده اللي ما فيهاش سال دوبان البيت هذه على خاطر سال دوبان ديجا بجنبها من هنا نتاع الاسباس ليفينغ البقيه الكل كلهم سويتات مدخمين كيف ما هكا وخير من هكا. دونك الوان حلوه ياسر ابيض مع اسود تناسق حلو ياسر فما بارتي من هنا تاع جاردان ديفير تجي زادا تعمل كيف لو ياسر بلاصتها الأرضية الكليكة رخام فما البيوت نورمالمون رخام تالا كيما غادي نشوفو الكري هذايا نتاع تالا وفما لهنا اللون آخر نتاع رخام منعرفش اسكو رخام امبورتاسيون هذايا نتاع طاليا ولا نتاع شنوا وإلا تونسي يظهر كانو أبيض نتاع طاليا مدخن برشا لونو مدخل بالبدا وهذا كيف كيف مخدوم به نفسه نورمالمون الدروج تاع اللي طلعنا للبلوك انوي. دونك الدروج فما قالت كور من هنا بالار فما حاجه اخرى فازة ذكيه للي بيرسون اجي اذا كان عندك حد كبير شويه في العمر في الدار ديما فما لي سيبور هذوما تاع ينجم يعتمد عليهم فكره ذكيه خذ بعين الاعتبار راحت الشخص الكبير اللي في وسط الدار برشا ما يعيروش انتباه لكن مهم برشا باش تلقى فرق صغير عمره 20 سنه باش يشتري في دار ب 800 مليون دونك الاغلبيه باش تلقاهم من ما نعرفش من 45 الفوق. دونك نجيو لهنا ديريكتومون باش تلقاو عندنا عندنا لهنا بيت نوم في دريسينغ نتاعها بيت واسعة بالكدا بالكدا أوسع من الوطنية برشا، إي بورتون باش نلقاو فيها السويت نتاعها، باش نلقاو فيها السلومة نتاعها وباش نلقاو فيها البلكون نتاعها، البيوت الكليكا اللي في البرومي تاج باش نلقاو فيهم بلكونات، ودي سلومة كيفما هكا واسعين ومريحين جدا. دونك ليكيبمون كل انستالي ناقصها ما حدش شي ديار ميم الكليماتيزور دي انستالاسيون الكل تلقاهم في لي كوان كيف ما هكايا اونكاستري لا تكسر لا تنقب لا تعمل حتى شي جوست تركب الموتور نتاعك وتبدا تبرد في دارك. دونك عندنا تيراس لهنا هذي راهو شويه وسخ غبره اما كيف كيف الارضية الكل كرخام كيما غادي نشوفو رخام تالا الكري اطلع حلوة من هنا على المسبح والحديقة والحي المزيان نتاع الحامات البحر راهو ماهوش بعيد من هنا حد اخر البنية هذاك ديريكت باش نلقاو الشجرات هذوكم والبحر دونك قريبة برشا خطوة تنقيزة صغيرة مش بعيدة. عندنا دو شومبر اخرين من هنا
فما بيت لهنا اصغر شويه من الاخرين، لكن براتيك على الاخر براتيك ما نفس الوسعه والديزاين نتاع البيت الوطنيه، فيها البلكونه نتاعها كيما غاديين تشوفوا معايا. ومن هنا هذا المدخل نتاع السياره نتاعنا. الكل راه فيهم ديريدو، كل الشباب الكواليكا فيهم ديريدو، امورهم منظمين ومريحين على الاخر. دونك فما دريسينغ واحد اخر نلقاو لهنا جوست اون فاس وراء الباب، نورمال هذا نتاع الراجل والاخر نتاع المراه، الاخر اكبر. سال دو بان هذيا كيف كيف كيما اللي في كيما اللي في الريد جوسي ولا نشوفوا فيها. جوست اون فاس باش نلقاو بيت اخرى، نورمالمون هذي بس الماستر بادروم، فيها دريسينغ من هنا زاد جوست في على اليسار. من هنا عندنا بيت الحمام، الوان اللي عجبوني هذوما نتاع ال الفايونس الجري جري نورمالمون لاماس بالموزايك مع الابيض، تناسق عجيب وجميل. دونك عندنا هذه بيت النوم تاعنا، بيت نوم يسعب لكدا، فيها البلكونة نتاعها اطلالة مزيانة على المسبح كيما البيت الاخرى والكارتي نتاعنا. كذيك ريزيدونس مريم، بلاصة هاني قلت لكم بلاصة قريبة برشا وعملية يعني جدا. دونك نخلي لكم رقم الوكالة العقارية تويتي، تنجموا تتواصلوا معهم باش تنجموا تشوفوا تجيو تشوفوا الدار هذيا على عين المكان. كان فلت معلومه ولا نقص معلومه تنجم تلقاوها مع الوكيل العقاري اللي مهتم بالفيلا هذه. كاو ان شاء الله عجبكم الدار، دار تحفونه برشا كيما قلت لكم، اللي بجنبها تبعت تقريبا ب 840 ولا 850 ما نعرفش قداش حاسيلو، وهذه سومها اقل شويه على خاطر مساحه الارض اقل شويه. دونك فرصة حق ابارتمون والله بالرسم كيما نحكي لكم حق ابارتمون. كهو مرسي فينيمو ونشوفكم في الفيديو الجاي.